السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. كراكم دايرين صافا؟ شويه غا نتمنى ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. مرحبا بكم خوتي معنا، نشكركم على التواصل تاعكم، تواصلوا فيه معنا وعلى الدعم تاعكم. نقول لكم بارك الله فيكم، ورانا توجور معكم باش نفيدوكم كل المعلومات اللي تعلق فيزا اسبانيا ولا فرنسا. ما زلنا مع الناس اللي تحصلوا على فيزا وراهم بزاف، الله يبارك والله يبارك الله يبارك. رانا بالواحد بالواحد لا غالب خوتي باش نفوتوهم لكم. اليوم غادي ندير لكم خونا هذا كيفاش تحصل على فيزا. ملاحظه خفيفه خوتي، راه كاين واحد الانسان راه داير حال فيسبوك جديد بالاسم تاعي، وداير فيه حتى الصور تاعي، وداير فيه حتى الفيديوهات تاعي، وداير فيه اعلان تاع اسبانيا. حداري خاوتي ما نعرفاش وراه يبيع ويشري ومنا ومنا، ما نعرفاش حداري سينيالو خاوتي لو ماكسيمو. حاجه واحده اخرى خاوتي، رانا حلينا لكم حساب جديد على التيك توك، هو مولاد فيزا فاموس 31. اللي باغي يدخل عندنا ولا ثاني مرحبا به. حاجه واحده اخرى خوتي باش ما نطولوش عليكم ثاني، ما تنساوش ديروا جيم لهذا الفيديو باش يزيد يوصل الناس واحد اخرين، ونبداو مباشره مع خونا هذا. مراد خويا السلام عليكم. الحمد لله يا ربي، اليوم بعد جبت الباسبور تاعي عادوا لي الحمد لله اكوردي شهر في 3 شهور. اول طالب على وهران يا خويا، بارك الله فيك. شهر يقول لك ربي يسخر في الوالدين وفي الاهل وفي الولاد، والله لا جراسا طوا. الحمد لله يا ربي الفضل يعود ربي سبحانه، ولي خنتها والله لا تعبت هذه عام وانا نجري مراها، وفضل النصائح تاعك خدمت الواحده وحدي وشدي صنوندي وحدي ودفعت، والحمد لله ربي ما خيبنيش وبارك الله فيك خاوتي. على الفيزا تاعي اللي تحصل عليها ان شاء الله بربي، اي واحد راه يسمع في هذا الفيديو ولا ان شاء الله نتمنوا لك تكون انت المره الجايه انت اللي دير لنا فيديو كيما هكا باش تكون انت ثاني تفرح خويا والعقوبه لي كيما قال خونا. نزيدو نسمعوا خاوتي الفيزا تاع هيا لا خاوتي. ها راه دير لنا فيديو ثاني على الفيزا بصح درك نشوفوا الوقت. الحمد لله خويا، الحمد لله مبروك عليك. هي صح كاع كي في الاخر واحد يجي يتعب وفي الاخر تجي الفيزا ينسى كاع هذاك التعب اللي كان مقبل. الحمد لله خويا ومبروك عليك خويا والسلام عليكم. الحمد لله خويا مراد بارك الله فيك. هذيك هي كي تتعب وتنال هذاك هو الصح قاعد يجي تحس بها اخويا. وانا يا كنت هضرت معاك قلت لك انا عندي انا نخدم اونتربريز بريفي ونخلص اسباس، وقلت لي كيفاش ندفع وتبعت لي فيديو تاعك ورونديفو حجزته وحدي والحمد لله ودفعت. وهرنا خويا كانت مليحه في الاوت، انا اللي دفعوا معايا تقريبا اللي نعرفهم قاعد. يا خويا مبروك عليك مبروك عليك. انا نبداو بالاسئله تاعنا ان شاء الله باش الناس تستفاد منها. الناس اللي متحوس تعرف انت اسكو هذه فيزا الاولى تاعك، اسكو كان عندك فيزا مقبل، اسكو كان عندك لي ريفي ولا ما عندكش لي ريفي. لكن عندك لي ريفي قلنا شحال النيميرو تاعها، هو انت كان عندك الريفي ولا ما عندكش، ولا هذه فيزا الاولى تاعك ثاني عطينا المعلومات هكذا باش الناس تعرف شكاين. اول طالب تاعي وجامي خرجت كاع من البلاد، اول طالب وديجا باسبور عندي باقي فيه غير 3 زون هكذا باش نعرفوا التاريخ. بارك الله فيك. سوسو كي قلت لي جامي خرجت بصح علاش كاين ناس يجي يقول لك بلي انا جامي خرجت ومنا وباغي ندير فيزا وراني خايف بصح انا مانيش خارج، يعني عادي يعني كاين اللي يقول لك لا لازم ندير تحت 4، يقول لك لا او مو نخرج لتونس. لا لا عادي اخونا راكم تسمعوا فيه، يعني جامي الا خرج المره الاولى تاعه وتحصل على الفيزا. دروك حامبو بغينا نعرفوا التاريخ اللي دفعت فيه والتاريخ اللي رجعوا لك فيه هكذا باش نعرفوا التاريخ، باش نعرفوا شحال قعدوا لك من يوم باش رجعوا لك. كانوا يقولوا لي هذيك الهضره هسه ما درتش عليها. انا دفعت ل 30 اوت و 31 وصلني البرومي ميساج، والدوزيام ميساج وصلني ل 17 سبتمبر، وشاف الباسبور ليكيبي داروا لي روتار لو اماز ليكيبي تاع ل 19. خونا هنايا في بداية الفيديو كان قالنا بلي تاوت عطاوهم وكل شيء اللي دفعوا معايا عطاوهم. خونا دفع لو 30 اوت، سيتادير الدوسي تاعه يوصل مع سبتمبر، نتايا تنعد مع جماعة سبتمبر ماشي مع جماعة تاوت. صحيح خوتي هكا غير باش نوضحوا الصورة هنا. كيبيريتا لو 19 حتى طلعت انا جبت هذاك ليفرار ما جاش. واش هو الدوسي تاعك؟ معليش خويا ما يهمش يجيبوه لك جيبها صح، مي تكون فيه الفيزا دخلوا للمفيد صاحبي دروك. الدوسي تاعك اللي دفعت بيه واش هو موظف ولا تاجر ولا واش هو الدوسي تاعك؟
انا خويا نخدم في اونتربريز بريفي ونخلص اسباس نخلص بالشاك لا بسي سي بي لا بنك لا والو درت لهم غير دي شارج دي بايمون صاحبي. بما انه بالخير راك تخدم عند بريفي بغيت غير نسقسيك واحد الموضوع بزاف اللي سقسوني عليه. تقريبا قال بريفي خلصوا اسباس، انت يا تخلص اسباس ولا تخلص بالسي سي بي؟ واخويا مراد لا اخويا انا نخلص اسباس نخلص اسباس و سي فري هذا الموضوع حتى انا كنت متخوف من النهار الاول والحمد لله المعلومه اللي ديتها من عندك. زيد فصل لنا شويه اخويا، تخلص اسباس درت ورقه باللي تخلص اسباس درت كونت شي درت الفونت تاع دينا درته ما درتهش، زيد فصل لنا شويه اخويا. مرات خويا انا درت دي شارج دي بايمون مع كل فيش دي باي درت دي شارج تاعها ملي نخلص اسباس وشحال نخلص وتوضح لهم فيها كلش. وبما خصوص الموفمون هذاك والكونتينر انا درت غير استاسيون دو سولد وكان عندي كونت بانكار في البنك درت لهم استاسيون دو سولد بلي فوالا عندي كونتينر. راك جيت في الخدمه تاعك قديم شحال عندك خدمه اخرى؟ اوت 2020 ودفعت في اوت 2020 زعما عندي اقدر من 100 حتى 3 سنين. نجمو نعرفوا شحال الخلصه تاعك وشحال درت في الاورو والدينار؟ اسكو كان في درام ولا ما كانش؟ لابي تاعي سالير دو باس 42500 ومع لي بريم ولي سوبلومونتير وكاع طلعت 57 فيش فيهم 57 ولا في الكونتينر كان عندي 42300 42 مليون و 300 ولا كونتورو درت استاسيون دو سول فيها 2120 و استاسيون دو ريتري فيها 2110. شوف خويا حنا رانا حاطين الملف كومبلي في القناه تاعنا مع الشرح بصح ماذا بينا نزيدو نسمعوا من عندك انت الاوراق اللي حطيتهم في الملف تاعك، اسكو زدت وراقي ما زدتش نفس الملف نفس الترتيب ولا ماذا بينا نزيدو ندو المعلومه من عندك خويا؟ خويا مراد شوف ما يخص الملف درت نفس الملف اللي راك قايله لنا نتايا، فما يخص ترتيب الملف درت ترتيب رد الملف وحدي على حساب واش قلت لنا نتايا، حطيت الفورميلار وفوتوكوبي الباسبور ومعها صورة لشهادة ميلاد اللغة الفرنسية ردتها لي ما ردتهاش افيلياسيون تاع كلاس تروا فيش دي باي ومعهم دي شارج دي بايمون ايمونيمون تدخل الثانوي ولا تيتر كونجي وحجز الطائرة بهيديلاكس ولا سيرونس دو فواياج ولا وحجز تذكرة فندق مؤكدة ولا سيرونس دو فواياج درت 3 موا ولا ستاسيون سول تاع دينار فيها 42 مليون 300 والكونت اوروب. كانوا قالوا لي على لا لاتر دو موتيفاسيون لو بلان دو فواياج باش نزيد نديرهم وما انا ما كتبتش عليك ما بغيتش نزيد نديرهم. انا كي سمعت من عندك قلت ما كاينش كيما ملف سامبل ايا درت ملف سامبل وتكلت على ربي. الحمد لله الحمد لله، هذه النقطة بزاف رامي يهضرونا عليها خويا وانت خير ودليل انك ما درتهمش في زوج وتحصلت على الفيزا. خويا نقول لك بارك الله فيك وشكرا على كاع المعلومات اللي عطيتهم لنا واسمح لنا خويا لاش ما ديرونجيناك ولا دينا لك مال وقتك خويا وبارك الله فيك والسلام عليكم. وماذا بينا وفيك بارك الاخ لا بالعكس اخويا احنا استفدنا منك بزاف وماذا بينا نقدموا افاده للناس اللي باغيه تدفع وربي يسهل على الجميع ان شاء الله.